آه بشبوش توش قلت مش بيعني دي في دي ورسبتور وترجم الفاسيليتي ولا وانتي قديش نجم تدفع في الشهر؟ 5000. 5000؟ ناوي ولادك يكملوا بقية الخلاص بتاع الكريدي بتاعك؟ علاش؟ اش عملوا لك؟ يعرفي اش دوا فوجيك؟ صفحتك زي في النوار اليوم يا ودي اش بيه؟ يا ودي ضحكنا معاك اش فمك؟ عارف بربي يقص مكتوب في اخر الصفحة شنو؟ ان شاء الله ما تطلعش نكت تحكيها لك البيجي ولا فوشيكا. شوف 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 كيفاش فقت بيها؟ مش انا اللي فقت بيها، فوشيكا فقت بيها. سيب سيب شكرا وراي نسيتي خويا. تيجي هوني فك عليك. شنو شنو؟ تو هذه حاجه تضحك؟ ها؟ هذه حاجه تضحك هذه؟ صار في بالك من قبل وما قلتليش؟ والله ناس تقول في باليش فوجيك في قبالي وما تسمعها. تري تري بيان هاوني خاصص توا اللي النهار مش يطلع اجزع ازقح هاني ماشي باش نفرفع شعر تعويض. شوف اسمع انت عمري ما قلتها لك. ها فارم طق سكر فمك. عالسلامة بونجور. عالسلامة سيدي مرحبا بيك. تفضل تفضل اقعد هاني جايك دقيقة برك. ميرسي. مانيش لاباس، ماما تكويني. هاني هوني، تفضل سي سليمان، تفضل. اسمع يا لجنات، الشيء اللي عملته هذايا راهو ماهوش باهي بكل. ماهو لاباس سي سليمان، تقول صباح الخير الساعة. تي منين صباح الخير؟ منين؟ بعد ما قريت حاجة كي من هكايا، ها؟ تعرف تقرا ولا نقرا لك؟ القراية خليتها لأم ليها سي سليمان، أنا نعرف نحسب الفلوس فيه ألف بركة. آه نانا، هذه لازم البوبليسيتي نتاعك طلعت. أيوة ما تقوليش غرت مني على خاطر عملت روحي إشهار في الجريدة. شطر عرفات مالين شطر الجرايد. لا يالا ونعودها لك للمرة 2007. أنا من غيرش من حاجة بعيد عليا بعد زحل على عطارد. أيوة هاو بدينا عاد بالكلام الصعيبة. أنا نعرفك راو كي شدك الغزول تبدأ تتكرم عليا. قول كي شدني الفحول بعد ما قريت أدريسة البلاس ونومرو الدار والطاق وبعد زيد بالخشينه تقول قاعة الانتظار في عيادة الدكتور سليمان الأبيض. عليه الفايح عليه بالله. ايه هذا كفوية اللي كبرت بيك وحطيت اسمك بحدا اسمي. الساعة اولا انا استاذ ماهوش دكتور وتزيد تحطني في اشهار متاع شعنفة وتلامس. يا حسرة عليك كان نلحق عيني نشرمها. تشرم عينك ولا تشرم خشمك؟ ها نقول لك كان باش تعاون تعملوا الاشهار هذايا تنحي لي اسمي. واه مالا كيفاش نلعت انا الكليونات على الصاله؟ كليونات؟ اما كليونات؟ بجا ربي وينهم الكليونات نتاعك؟ توحشناهم احنا، عنا لينا برشا ما ليناهمش. ها توا بالاشهار هذا عهدك بهم يرجعوا. قلت بارك الله سي سليمان، قلت بارك الله، وانت ان شاء الله تلقى بلاصه لكليوناتك ها؟ تري تري بيان، راني نبهت عليك انت، وديلك ملك. خويا سليمان، تي وسع بالك، ما صار شيء راهو. مين ما صار شيء؟ منين؟ تاني نحلف عليهم الطلبه بتاعي الكل راهو قراوه الاشعار هذايا، بلا وجه باش نقابلهم بلا وجه. باش نجيب قهوه خلي نفيق. مسيو تحب نجيب لك قهوة؟ عايشك سي تري جونتي، إن شاء الله في فرحك عايش أختي، أما أنا ما نشرب كان جو دو فخيس. سامحني، أنت تخدم هوني
بلا وين تعبي نخدم ماكش ترى فيا ورا البيرو. اما ظهر لي فيك تخي سامبا. وانت ظهر فيك ماكش نورمال. سي نورمال مانيش نورمال وكانش راني مانيش هوني. صحيح تعطينا زاد. تكل عليك ما تمسي. سامحني سيدي فريمون سامحني، حاجه خارجه عن نطاقي ونطاق العمل. طيب تفضل ادخل تفضل. داخل اي داخل تفضل. الو صباح الخير مدام زينب. صباح الخير سليمان متفاضية؟ زعما مازال يبطى؟ لا 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 خلي خلي ترى راهم بعد. هاي ميرسي. امي فضيلة يا انت في بيتك؟ استنست بيا رهينه في الكوجينه ليل ونهار بين التناجر. وحسبني ما قلت شيء. امي فضيله هاني خارجه. مستانسه تشاورني كي تخرج؟ خليني اكمل جملتي. شو كان بتيت وسليمان خلط قبلي اعطيه الورقه هذه. كتبت له فيها وين ماشيه؟ لا امور بيناتنا. مالك بيناتكم مش دخلني انا. يا امي فضيله يا اخي انا قلت لك شو مدخلك؟ الحكايه فارغه. اما اعطيها له خليني نمشي معاش بكري عليا. بون نحوس للمشكلة. قلت لي بوك كان صعيب معك برشا. اي بالرغم انا الولد الوحيد عنده بعد 4 بنات الصغيرة فيهم اكبر مني بخمس سنين. بهيك هو عايش وسط اخواتك البنات وتحب القعدات نتاع امك وصاحباتها كل عشويات سي فغي. انا ما كانت تلبسني حوايج اخواتي البنات وكانت تمكياج لي وتقربت لي شعري. وي انا حمام الساق قعدت نمشي له حتى توصل لعمري 10 سنين. يا كهو عاد من كثر ما شفت نساء وخلتهم كيف اللي خرجوا من خشمك هكا؟ ما نحكي لكش. اما اش تحبني نعمل وامي طلعت لي بطالعه. شنيا؟ تخطب لي. تخطب لك؟ اش تخطب لك؟ اش تحبها تخطب لي؟ معزه بيان سور طفله وطاحت تقدم لي فيهم الكل كي البطاطا دارت على صاحبات اخواتي البنات الكل وبنات الحومه والاقارب والاحباب. اما انا امبوسيبل ايست وبعد بعثتني لك انت دكتور. عجب ومن جمله البنات هذوما الكل محلت في عينك حتى واحده؟ شوف يا اخي اش تحبني نقول لك؟ اسمع اسمع من فضلك يعيشك ما تناديليش يا اخي. جو بريفير تناديلي دكتور. سامحني يا دكتور يا اخي. يا اخي انت مش قاعد تشوفي بنات توا كيفاش ولاوا؟ اش بيهم بنات توا؟ اش بيهم؟ بالعكس ماشيين ويزيانوا. مشكل البنات حتى نحن الرجال قاعدين نمشيو ونزيانوا. سا سي فري. مش هذه المشكله دكتور. انا نحكي على الريشه على الفيناس. فوالا دكتور سانسيرمون انا مشكلتي عندي الريشه. الساعه البنات يحبوا الراجل كي يبدا كلاس. كي بساعدهم قولي يحبوا الراجل كي عنده كلاس او كومبريسور. يعطيك الصحه هذيا جبت فيها. انا مرالي نحب ناخذها دكتور لازمها تكون مزيانه برشا ومثقفه برشا وتلهي بروحها برشا وتحب الدنيا. فهمت 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 فهمت. دكا دكا شو نعتبروا السيونس هذيا بريز دو كونتاكت وان شاء الله السيونس الجايه نحاولوا نحصروا البروفيل نتاع فتاه احلامك. دكار شخص دكتور ما تصورش قداش ارتحت كي حكيت معاك دكتور. تعرف الناس اللي كيفك انت ما عادش منهم برشا. باهي دكار ميرسي. اي تفضل. وقتاش نتقابلوا دكتور؟ شو مع السكرتير؟ هذيك؟ اي ميرسي. اسمع انت غدويك تاخذ نفس الجريده اللي عامله فيها نسيبتك الببليسيتي وتثبت مازال اسمي موجود والا لا؟ حاضر سيدي خويا. ولا اسمع اسمع مش لازم تشريها المصروف الزايد. ثبت قبل اسمي موجود ولا لا؟ واذا ما لقاش اسمك سيدي خويا شو تعمل بها الجريده؟ نفخها واشرب ماها. ايا اتخي بيانتو دكتور. في الامان في الامان سيدي ان شاء الله لاباس. عايشك ميرسي. سلامة. قول لي دلندا مش مازال عندي رونديفوات؟ لي توك هاو دكتور. تري تري بيان. اما العشيه عندك خمسه مرضى. ايه كسبة خمسة مرضى ضربة واحدة. وغدوة زادة كومبلي وبعد غدوة قريب يتعب. سي بيان سي بيان. توا فاقوا اللي البروفيسور سليمان الأبيض ماهوش شيشة ولا تريف في البسيكوثيرابي. دكتور اللي خذاوا لي رونديفو الكل قالوا لي طاحوا عليك في إشهار متاع واحدة عراف. أبو <أبوه؟ تصفيق>
قعدتي في حصة تلفزة؟ يا اخي ماكش قاعدة ترفيه نقرا؟ نعم للا، انت هبطت عليك القراية، شديت بيتك، لازم تقعد تقرا في الصالة. نقرا وين نحب، وما يهمكش يا لا بي ولا ليه. بربي يا بنياتي اش ثما؟ ما تقعدوش درج من غير حركة. أمي أمي ما خلتنيش نقرا. ويا أمي أمي عيفتني في حاجة اسمها قراية. يا مهبولة، وهي القراية تتكره وتعاف؟ أنا إذا ثم حاجة قعدت لي في قلبي هي القراية. هيا طفي عايش بنت. والله على خاطركم أمي أمي. أمي أمي يا أخي أنت ما قريتش بالكل. الله يرحمه ويسامحه بابا، كي كنت صغيرة ما خلانيش نقرأ. تعرف أمي أمي ما فاتك شيء، نجم تتعلم القراية والكتيبة حتى توا. زعما ما ظهر لي بنت. حاليش لي حتى نقول بابا ياخذ لك كتاب تعليم الكبار وانا نعاونك. وانا زيدة. اهلا. سالي اختي فضيلة. سافا مرحبا بك. هلا اش عاملين البنات؟ سلام. سلام مامي. سلام يا شيخ. هاكا كنا نحكيو على القراية. شفت مجلات الديكول زينوبة وين هي خرجت؟ خرجت وقالت باطية شوي. أبو أشنو وانت ديما تفتن في روحك؟ هاني بين السبور والكور دو دانس والكور متاع الإسبانيول يا دوبا نلقى وقتي تروح بريتش. يا مامي تقرا إسبانيولا؟ بيان سور، تي مني نحضر للسيركوي متاع غرناد اللي باش نعملو في الصيف. صح عليك مامي، ماشي لاسبانيا؟ بواتيت وبحورات وإيبيزا. ماشي غي ماشي غي، اللي باش نعملوه سيركوي كولتوريل، سيتادير باش ندورو ونكتشفوا البلايص اللي قعدوا من وقت الأندلس. مامي خي إيبيزا من عهد الأندلس؟ تيسكت أنت، وقتاش كبرت وليت تعرف الأندلس؟ ولا على الحركة طب اللي قريته من اليوم الصباح؟ على الأقل خير منك. تعرف مامي سألها حمزة قال شنو آخر حاجة قريتها؟ قالت له اس ام اس بعثوا لي عايشة الصباح. وشكون هو حمزة هذا؟ طفل يقرا معاها، أما طيارة مش كيفها. بربي ددو شتاه مش أربع حروف. إي ما يعجبكش الكلمات المتقاطعه كلهم غلطين، وانا قلتش بلي من بكري ما طلعت حتى كلمه. كيفاش ترى؟ شد عندك. ماء ينزل من السماء في ثلاث حروف، الشتاء ما تجيش. ومطر زعما ما تجيش؟ استنى شوف استنى. ماء وطا وار والله يجي. انست. اهلا. دد وقتي لقاش عندك 10,000 حتى لاخر الجمعه؟ تعرف والله لا عندي لا باش نفطر لا باش نتعشى الليل. اختك فرانكلي وباش نقعد هكا شهرين اخرين حتى نخلص كريديات الحوايج اللي مازلت كي شريتها. علاش؟ حتى 5,000 ديباناج ليه؟ جمله. وانت علاه ما تاخوش تسبقه من عند عارفك؟ عارفه انت خليته خلاقه فاسده، كلمته مرته فاحت فيه، ما فيه ما يتفصل. فوشيك صار انت هكا شنو تعملي تغش؟ علاش خويا تتغش؟ يا اخي شعملت لك انا؟ شو شعملت لي بوجيك بربي؟ مقصور وحشك بفلوس، الدور تطلب العباد كله ما تجيش خوك، انت صاحبك راني وعشيرك. عاد انا في بالي اسبوعي ما نلقاش عندك، في بالي حالك اتعس من حالي. اي ولو يا خويا، ربي يهديك. ملا نلقى عندك عشيره. شو عشيره؟ والله لا عندي، يا ودي انا تهزني وتنفضني، ما تلقاش فوقي صور دي منقوب. ما تلقاش وتوا سامحني خليت الفطور فوق القاس. كمان حصة دقيقة اسمعني. ووه يا اخي شنو قاعد تعمل؟ يا اخي هذه مش ريحة كمونية؟ صحيت والجواب صحيح، نجم ندخل توا. دقيقة عزة ما تعرف انا اخوك قديش عندي ما ذقتش الكمونية؟ بالكبدة؟ ما لاباش تحبها بالكرشة؟ صحة عليكم، ان شاء الله فيه شفاء وشهية طيبة. يا عايشك في وشيكة وانت باللمثل. انا باللمثل؟ منين يا حسرة؟ خوك ترفر. عزة نجم عزة يا عزة. نانا. نعم نانا، هاني باش نبعث اسبوعي يشري لي الخبز، توصي شي حاجة؟ اش عندي نوصي؟ اللهم يلقاش شوية كليونات في الشارع يجيبهم لي، هذاك ما ناقصني أنا. أوه يا نانا توسع بالك واحمد ربي، هانا تبارك الله ما ناقصين شيء.
انا ما غايظيني كان كلمية تلف اللي مشاو في الاشهار اكلي ما جاب لي حتى حد. لازم الجريده ما تبيعش برشا. ساعه انك سالت البيجي قال لي هذيك اكثر جريده تتباع. الحق الحق ندمت فلوسي هكاك مشيت في الريح. انا قررت باش ما عادش نعاود الاشهار. بيناتنا نانا احسن هكاك اخويا سليمان يتهنى. بربي تخمم في خوك سليمان وما تخممش فيا. بون دلندا كان تحب مشي يفطر انا مزلت شويه. لي دكتور مانيش خارج جبت فطوري معايا. تري تري بيان. وانت يا وكاسي شباب من وصيك شعاد بعد الفطور كويس تاي وتقيله. يا سيدي خويا ما تجيش شهيني اكثر من هكا. خويا سليمان تهنى نانا قالت باش تنحيها الببليسيتي نتاع الجريده. شو تنحي الببليسيتي نتاع الجريده؟ عليه يا اخي انا مغش على الببليسيتي نتاع الجريده؟ مغش عليها هي كيفاش حطت لي اسمي من غير ما تشاورني هكا هو. ليه؟ على خاطر نانا قالت الاشهار ما جاب شيء حتى كل يوم اطل من الصباح. تو هكا يا رسول الله تحبوا من النهار الاولاني تبدا العباد تدز عليكم؟ ما يلزم شويه وقت. انا راني ننصح فيكم راه وانتوما دبر روسكم. اسبوعي برخت في روحك جبنا زوز باقيت. قول لي ساعه زوز شو الفطور؟ امي فضيله عطاتني شويه كبده. عملت بها كمونية. كمونية؟ طب وانا اخطف روحي والدين اجيب الخبز. شوش تبدا وتستناني يا سعاد؟ هكا يا عزيزي وين تهبط لي لقمة وانت ماكش معايا؟ غلوة برك ويكون حاضر. يعطيك الصحة. زينوبة خليت ورقة لسليمان إن شاء الله ما ننساهاش. يا أخي وهلا ويحكي بالأوراق. ما تقوليش متعركين أختي فضيلة. لا لا لاباس عليهم. ها أقراها. ليه نقراها فاش قام؟ سيسفي با عيب أختي فضيلة الحكاية بيناتهم إحناش مدخلنا. عندك الحق عيب إش دخلنا إحنا. أما إن شاء الله ما تكونش حكاية أكيدة ومستعجلة. زعما ترى نشوف. ويعطيك يا زينوبة توا هذا كلام تقولوا لراجلك سي با فغي. شنو شنو اللي قالت لك؟ شنو سامحني اختي فضيلة ما نجمش نعاود لك سر بيناتهم سي تري زانتيم. شنو زانتيم هذا؟ عالسلامة. اي انستك باللدوجة لاباس؟ يعيشك سافا سلام لم. شبيك ما لاباس؟ يا ريتك تفكرت حاجة. شنو هي الحاجة؟ جعت بابا. اي امي ها وعد وحذر. اي باهي. سلومة. نعم. زينوبة خليت لك هدية قبل ما تخرج. يا ربي ان شاء الله خير ان شاء الله خير. جاي نف هات. يعطيك يا زينب يعطيك باقي في الطلالة نتاعها يا امي. لاباس. لا لاباس لاباس حاجة بيني وبينها يا امي. خلي نمشي نحي في ستي ونغسل يديا طونجي. يا زينب يا زينب. معطيني وذينا ونسمعوا واش باش يجاوبها. اختي دوجا قول لي اش فيها مادام انت قريتها حتى انا يلزمني نعرف. سامحني اختي فضيلة ماني قلت لك عيب بيناتهم ما نجمش نعاودوا لك. بالله والله مالا قوم حط الطاولة. الله يبارك. صح عليك وجيك. بسم الله سبو. لا لا صح خويا. انا عندي صحيح كمونية استنى فيا. كمونية كمونية كمونية. فكرت مش هذه اللي طيبوها بالكبدة؟ هي هذيك هي. يا حسرة يا أسبوع يا أخوي. عندي سنين ما دخلتش لفمي. أخوك عايش على الكسكروتات. ما تتهريت. فكرتش طورت خبز وزيتون. لا أسبوعي مو في بالك. جاينا نجريلو ما عندي حتى فرنك. ما فيش مشكلة. هيا مات وتو نقبض شهريت. هيا باهي. بو فجيك خليني نطلع ريحة زوزي تستنى. واعي. وي. لازم تعطيني كتنا خبز جديدة. خبز متاعي باهي عنده الجمعة فوق. نخاف الناس النية تتكسر.
بشوية فوزيك، ما تقوليش هذا كل جوع. أنا قلت لك عندي نهارين عايش على خبز البيت والزيتون. أنت تقولي جوع. أخويا كم وليدك ومرايتك استناوا فيه. فوزيك، تعرفش كيفاش؟ كيفاش؟ ملا ريحة، ملا سويبعات عندك يا عزة يا لطيف، خسارة جدز جديدة. سبعون يدخل، ادخل دي يدخل. شبيك واقف؟ عزوزي مانيش وحدي، جبت معايا ضيف. ضيف؟ شكون؟ أنا أختي عزة، ريت ما وشدت فيها صحيح باش نجي نفطر بحذاكم. هاي تفضلوا تفضلوا. الحق الحق، ما قريتش حسابي على الضيف فوق الطاولة، وبالظهر الكمونية شادة جديدة. هيا بركة يا امرأة، يا أخي أنا براني عليكم، تفضلوا تفضلوا. تعرفوا واش قال حاتم الطائي؟ لا. شكون حاتم الطائي؟ بيع حرق ماه؟ لا اختي عزة، حاتم الطائي هذا اكثر واحد كريم في العرب. قال يا سيدي الذي يكفي لي زوز يكفي لي ثلاثة. هيا بسم الله. هيا بسم الله. ما في حطومة. يا لدوجة، نقول لك في الامان ولا نرقاك كي نروح؟ نو سلملم، اليوم مانيش باتي، عندي كور ديسبانيول لاشير. نشهد لك يا نسيبتي كي العاده، اما شنو يخلف على فون دو تريت؟ شنو ماشي الخدمه من توا ولا تشرب كويستي ولا تهضم؟ لا لا مثال شومي، اتو نزلوا معايا للبيرو. هاي في الامان. سليمان عمي، ما عندك ما توصل زينوبه؟ نوصل زينوبه على شنو؟ تاع الورقة اللي خلتها لك يا شوم. اوه هذه تحكي فارغة امي. اسمع، كان سألتك قل لها اضحك وما قال شيء. تضحك انت يا اختي. سامحني دكتور، الكرافات نتاعك تبقعت بالتاي. مش مشكل، حتى انا زاد حقني حالة عينيا. زعما يتنحى التاي هذا ما يدبغش. بيسع دكتور، نحي الكرافات تو نسخن شوية ماء في الكوجينة ونقرضها لك. زعما؟ اي حتى سوريت بقعت بالتاي. ما تقوليش زاد نحي السورية. لا مش لازم دكتور، اجا معايا الكوجينة خير. تري يا ولدي، انا مانيش شاد عليه الماكله، يجي وقت اللي يحب، اما لا يزي طيبه شويه. زيد الله يعلم بيا قد عندي شهيتها هالكمونيه، وتعرفي نحب هو الموت عليه. كمل معاك انت عاد، ما خلطت على نت شكلتك كم بالسيف. دي ماما فطرش يا اخي، سخرني باي ما عادش نعاود، وخليني نمشي. خويا قال لي جابك لي. استنى ساعة، مازلت ما بردتش، كنت تعرف قداش نغزل عليك يا اسبوعي. شو لحمك في راش؟ زوزي بالكش كي نمشي انا تو نقص عليك الغزول والرعشة وتبرد شوية. امان تتمخصص عليا؟ ولا لا بيه برا، امشي شد خدمتك. اما هاني نبه عليك اخر مرة، ما عادش نحبك تجيب لي زيف على خرادة. يبديش يخوك، يلزمك تعلمني قبل بنهار. ما تكمل نعلم المركز. قلت انا لا شيء، قلت لك انا ماشي نخدم. بيه قل لي فوشيكا عنده عشاء الليلة؟ لا تحب نستدعوا له عشاء؟ سبوعي. زيد معاك شو حضرت لك ازاي؟ هذه حق عزوزتي تعملوا. بارد مش مشكل. لا مش طيارة طيارة. عصر على تاي أمي، حتى مثلج باقي بنين. مرت عليك دادو. على شنو؟ على تاي.
شاء الله. شو اللي فما؟ حد شيء؟ بلندا هاني في بيرويا. شنو ما؟ طب ما يزيشي الشطر نتاعك وتكب عليا وزيد الشطر الاخر تشرب بوسياتك. الشطر نتاعك؟ نتاعي اي نتاعي. برمشي توت سويت برمشي نشلو ونزلوا لداري عبيه من اول جديد. ما كانش بالله العظيم. ما كانش. شي حقا باش نسالك اختي فضيله يا اخي بالمنجد اسبوعي ناوي ربي دجاج وجرمان في جنينه زينب. انت زاده جدت عليك الحكايه يا بنتي. انا نخليها غير شيخين على زينوبه وبرا. وهي مسيكنا جدت عليها ومفجوعه. مقبله تخزر المقيله تي العشيه طويله. اختي فضيله الدرس يبدا ماضي ثلاثه وانا ما نحبش نخلط مخر. والله صح عليك. شو باش نقول لك في عمرك هذا ورجعت تقرا. وعليا ماني قلت لك العمر حكايه فارغه. انت بيدك تنجم تولي تقرا مع ناس قدك في عمرك. شويه عزيمه برك. سمعت هالحكايه هذه في الاذاعه. هي عسامه خالتي دوجه. اهلا بسبوعي. امي خليك سيدي خويا زيدك استاي برا. شوف شو قعد في البريه تسخن وهزهول. تو نقول لك في ودي عتربي اختي فضيله وما تنسيش اللي قلت لك. فونس واش عليك؟ شنية؟ اصدم اصدم وتفكرني بخير. باي سبوعي. سامع خالتي دوشة. امي ما عادش عندك دايره. هذاك اللي تبقى؟ تي هذا وزدت شويه ماء باش يبذر. ان شاء الله سيدي خويا باش لقش بيه. سبوعي. هيجا بابا هيجا. هيجا. اقرا لي هالورقه. لا 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 ما عادش بكري سيدي خويا استنى في الطريق. عايش ولدي وريقه صغيره باش تشدك سياحه يا اخي. سلومة شيري. ها؟ ما نجمش نقول لك. علاه؟ يوم يغزر لك الخط كلش عليه خط طبه ما نجمش نقرا. هاي انا مشيت. عزوزتي مازلت تغشى. شكون تعمل في داركم؟ علاش مش في بيروك؟ نجيب لك كاستي ترى نشوف. يا ولد سحبتو عندي كاستي سيدي خويا هذاك. سارة انت خويا سليمان ما في باليش ميني كيفك. انت حكينا عليك الباي غيرو. ما خسرتو اش ترسيني نجيب لك كاستي من القهوة. نانا ما تقوليش تقرا في الجريده. ليه ما تخافش قاعده نتفرج في التصاور نتاع العرافات. ما كثرهم هذوما اللي عاملين اشهار برك. خلي عاد اللي يخدموا في السكريتو. ما دام مقلم فيه فلوس لا يطلب القرايه لذكي يبسي في اكثرو. حك راسك ولي عراف. اش معني معناها انا جاهله ومصدقه. تي ليه نانا نحكي على الاخرين. نانا انت تبارك الله عليك قولي له وين تغلط. مال علاش ما مشاش الاشهار نتاعي؟ زعما بالكش على خاطر ما حطيتش تصويتي كما عملوا الاخرين. كي تصور وحده ما يكفيوش. انت علاش ما تعملش كالعرافه الاخرين؟ كيفاش ترى؟ شوف شكون من معارفك يحكي على مشكله كانت عنده كي جاك هوني حليتها له. والله فكره. أما شكون من كليوناتي يقبل باش يحكي حكايته في الجريدة؟ يا أخي لازم يكون من كليوناتك. تي أي حد نانا. شوف العباد تموت على مدين وجوها في الجرايد. أنت جيب اللي تحب وحفظوا الحكاية اللي تحب عليها. أتوا تشوفوا كيفاش يقولها بحشيشة بريش. والله فكرة. علاش مش السبوعي هو اللي يعمل الكليون بتاعي؟ سبوعي؟ هي؟ علاش ليه؟ انت دبر راسك. اما شنو المشكله اللي باش يحكي عليها اسبوع؟ لقيتها. كان معرس بمراه شنطه عامله فيه شر الشعف ورتحته منها. باهي برك غدوه ما تنساش باش تحل بالي. عندي سلعه جايه سمعت؟ باهي عارف يا من حيال غدوه. اي صباح الخير. صباح الخير. حقا
اجاني ونسي الشباب. شنو هي زاد غرفة؟ بالحق انت مغسور وما عندكش فلوس. اي وعلاش ما تقوليش؟ هكا تخلي اسبوعي يسمع لي كلام بكري جاي فايح فيا قال شنو خليتك ميت بالشر؟ عارف يا ريتك منرفز ما حبيتش نقول لك. شد هم 10000 وحدك عارف عايشك. تسبق على اخر الجمعه. صباح الخير. صباح الخير. هكا الواحد يمشي يضرب لها ربيع دجاج وحيده جازوز بويتره. فوشيكا فوشيكا. نعم دادو. أمينتي عندك سهر. كيفاش؟ اليوم شاونا برشا مرضى كي قعدت مخر عارف يعطاني بريم بعشرين دينار أو نقسموها. يعيشك يعيشك يا دادو إن شاء الله فرحتك ميرسي. ما عنديش مزيا تصبح على خير. استنى على الأقل نوصلك لمحطة الكار. لا ما تقلقش روحك البلاد رايح حافلة ما تخافش عليا. تصبح على خير دادو. تو ما عادش ربع دجاج تو باش نولي عشان في باب السويقة. فوجيكا سلا سلا فوجيكا وين ماشي؟ نعم سبعون. هاي شد هذا يعشيك بعد فطورك عن زوجتي. برجولية حشمتوني على روحي. شو استبرتك من عند امي؟ الله بعدك. تعرف اسبوعي والله كنت يقر ساعات نقول نمشي نسافر لايطاليا نخدم بيتزايولو ولا حتى بلونجور في بارباز. نشوفكم هكا فرحانين بيا وتدلوا فيا نقول نقعد في بلادي خير من اللي نحرق. يا زين فوشيكا يا حبيبتي قلبي ما شبيك صباح ما برد عشان روح مسيكم بالخير. مسيك برضا. اهلا سلومة. لاباس؟ الحمد لله بابا الله يعينك. عايشك. قل لي يا اخي شبيك بتيت اليوم؟ عندي برشا مرضى حتى غدوة زاد عندي برشا رونديفوات. اللهم صلي عندي قول الحمد لله. الحمد لله امي الحمد لله. ونحط لك تعشى بابا؟ لا ما يصيرش خلصي نرتاح شوية. سلومة اش قولك عاد؟ فاش؟ في الورقة. انت الورقة اللي خليتها لك عند امي فضيلة. مش وقته تو مش وقته تو من بعد نقول لك من بعد. وانا باش نقعد نستنى من بعد. اما نيجا قول لي تو نيجا. فين معنى نيجا؟ الرسمي الرسمي. سامحني يا ولدي. ليه؟ تعرفي قد ايه عاد مش هذاك اللي كتبته لك. نحبك تجاوبني بالتدقيق، مش تحكي لي اندرا شنو هو. تو شادة صحيح تحب تعرف توا توا؟ ها؟ مالا خليني نخمم شوية. وغدوة صباح تو نقول لك. غدوة صباح؟ تقولها تو رتحني. ها؟ طيب قولي فيها ايه يعني؟ شوف لي حل شوف لي حل